بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو سأتكلم عن عتبة الانتقاء بالنسبة لمباراة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. إذن وزارة التربية الوطنية تعلن عن عتبة الانتقاء بالنسبة لمباراة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. إذن دائما الفيديو برعاية قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. إذن البلاغ هو هذا، البلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. إذن صادر يومه الأحد الثاني من غشت 2020، بلاغ بخصوص تدابير ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان. إذن الموضوع ديال هذا البلاغ هو التدابير اللي غادي ديرهم الوزاره باش تمرر هاد المباراه ديال كليات الطب والصيدله وكليتي طب الاسنان. اذا غادي نفصلوا مزيان في هذا البلاغ لانه كيشمل مجموعه من النقط المهمه، مجموعه من التدابير اللي دارتها الوزاره واللي كتهم التلاميذ ديال الثانيه بكالوريا اللي حصلوا هذا العام على البكالوريا ودفعوا لهاد الكليات، كليات الطب والصيدله وكليتي طب الأسنان. إذن غادي نفصلوا هذا البلاغ لثلاثة ديال القطاع. أول قطعة إذن هنا حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج تكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان، اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة مقاربة جديدة في تدبير ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، تنبني على أربعة محددات أساسية. المحدد الأول هو تنظيم مباراة مشتركة لولوج السنة الأولى في التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان عوض 11 مباراة التي جرت العادة على تنظيمها سابقا. إذن غادي تكون فقط مباراة مشتركة لولوج هاد السنة الأولى من التكوينات ديال الطب والصيدلة وطب الأسنان بدل 11 المباراة كما جرت العادة سابقا. ثانيا اعتماد بوابة إلكترونية وطنية www.concoursmed.ma لتدبير جميع محطات المباراة المشتركة. إذا الوزارة اعتمدت هذا الموقع باش تدبر جميع المحطات ديال هاد المباراة. ثالثا تقريب مراكز المباراة من مقرات سكنة حاملي شهادة البكالوريا حفاظا على صحتهم وسلامتهم. إذن شحال هادي كيكونوا مراكز قليلة ديال هاد المباراة، هاد العام غادي يكونوا مجموعة من المراكز، إذن مراكز متعددة غادي تكون قريبة من المقرات ديال السكنة ديال التلاميذ والتلميذات اللي دفعوا لهاد المباريات. رابعا تخفيض عتبة انتقاء المترشحين لاجتياز المباراة المشتركة عبر توسيع قاعدة حاملي الشهادات الذين تم قبولهم في الانتقاء التمهيدي. اذا رابعا كيتكلموا على تخفيض عتبة الانتقاء. اذا الوزارة اعتمدت واحد العتبة اللي هي طايحة باش تمكن بزاف ديال المترشحين من اجتياز هاد المباراة المشتركة وباش تكون واحد تكافؤ الفرص ما بين جميع المترشحين والمترشحات. اذا وقد اسفر اعتماد هذه المقاربة عن النتائج التالية. إذن أولا الانتقاء التمهيدي لحوالي 56 ألف مترشحا ومترشحة لاجتياز المباراة المشتركة من بين 72532 من المترشحين المسجلين عبر البوابة الإلكترونية الوطنية. هذا وسيتم الإعلان عن لوائح المترشحين الذين تم انتقاؤهم يومه الأحد الثاني من غشت 2020 على البوابة الإلكترونية www.concoursmed.ma. إذن من بين النتائج، إذن أولا الانتقاء التمهيدي شمل 56 مترشح مترشحة اللي غادي يدوزوا هذه المباراة المشتركة من ضمن 72532 ديال المترشحين اللي تسجلوا في البوابة، والوزارة غادي تعلن على المترشحين اللي غادي يدوزوا الامتحانات واللي تم الانتقاء ديالهم عبر ذاك البوابة الإلكترونية اللي تسجلوا فيها. النقطة الثانية تحديد عتبة الانتقاء التمهيدي في معدل يساوي 12 على 20، وذلك باعتماد معدل الامتحان الوطني الموحد بنسبة 75% ومعدل الامتحان الجهوي للبكالوريا بنسبة 25%. إذا النقطة الثانية أن الوزارة اعتمدت معدل 12 على 20، إذا المعدل ديال 12 يعني الانتقاء بدأ من 12 على 20، اللي عندهم 12 على 20 تم انتقاؤهم، ولكن 12 على 20 ماشي في المعدل العام ديال البكالوريا، 12 على 20 غادي نحصلوا عليها بجمع
75% من الامتحان الوطني الموحد و25% من الامتحان الجهوي ديال البكالوريا. إذا حصلنا على 12 في المجموع ديال 75% من الامتحان الوطني و25% ديال الامتحان الجهوي، غادي نكونوا أهل لهذه المباراة. النقطة الثالثة، اعتماد 88 مركزا لاجتياز المباراة المشتركة بالمدن والمراكز الجامعية المتواجدة في أكثر من 42 عمالة أو إقليم بمختلف جهات المملكة، مما سيمكن من تقليل تنقلات المترشحين في هذه الظروف الاستثنائية. إذا الوزارة اعتمدت 88 مركز باش دوز المباراة في أحسن الظروف وما يكونوش تنقلات بزاف ديال المترشحين والمترشحات. النقطة الأخيرة، تعبئة ما يفوق 4000 مراقبا للمباراة من أساتذة باحثين وأطباء داخليين ومقيمين وأطر إدارية وتقنية وطلبة دكتوراه من جميع الجامعات الوطنية. إذا هاد المباراة غادي يسهر عليها 4000 مراقب باش تمر هاد المباراة في أحسن الظروف وباش تكون المباراة يسودها مبدأ تكافؤ الفرص. إذن أخيرا والجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم المباراة المشتركة يوم الأربعاء 5 غشت 2020 بتنسيق بين المصالح المركزية للوزارة وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وجميع الجامعات الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية والوطنية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وسيتم الإعلان عن نتائج المباراة في أجل أقصاه يوم الجمعة 7 غشت 2020، وذلك حسب التوزيع الجغرافي لروافد كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان المعتمدة سابقا. إذن المباراة المشتركة غادي تكون نهار الأربع 5 غشت 2020، وغادي يكون الإعلان على النتائج في أجل أقصاه يوم الجمعة 7 غشت. إذن المباراة غادي تكون نهار خمسة نهار الاربعاء 5 غشت 5 في شهر 8 2020، والاعلان على النتائج في ابعد تقدير غادي يكون نهار 7 غشت. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى لكم كاملين التوفيق، الله يوفقكم والله ييسر الامور. تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.